يبلغ طول قنبلة اليورانيوم ليتل بوي 3 أمتار ونصفاً تقريباً وقطرها 75 سنتيمتراً وكانت تزن حوالي 4.5 طن. إنها أصغر من فاتمان وقد سميت تيمناً بروزفلت. توازي قوتها 12500 طن تقريباً من التي أن تي. يبلغ طول قنبلة البلوتونيوم فاتمان 4 أمتار تقريباً وقطرها 150 سنتيمتراً وتزن أقل من 5 أطنان بقليل. نالت لقبها بفضل شكلها المنتفخ الذي يذكرنا بتشرشل. توازي قوتها 22000 طن تقريباً من التي أن تي.